الو يا الو، استاذه، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. البقاء اهلا لله. اهلا، ربنا يخليك حبيبه قلبي. اهلا اهلا، ازيك؟ اهلا اهلا ازيك يا الفنانه نثار؟ الهام شاهين، اهلا لسه وسهلا يا بدريه، حبيبتي. معلش انا مش شايفاكوا قدامي على الشاشه. لا تمام ولا يهمك، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. طبعا احنا السنه دي عندنا كده على من اول ما السنه بدات اخبار كده، ايه بيروح ناس احنا معشرينهم وجمال، وكانوا مدفيين الوسط الفني، مدفيينه يعني. في عشره كبيره بيننا وبينهم، اللي تحسي ان هي زي امك، واللي كنت تحسي ان هو زي ابوكي فنان حسن حسني. بس ما شاء الله رجاء الجداوي حبايبها كتير، فالدنيا مقلوبه عليها بقى لها 3 ايام، كل الناس عايز تتكلم عنها، وانا عارفه ان انت صاحبتها. عملت حاله خاصه جدا الحقيقه، اه يعني ان قدرت تستمر في العطاء كل السنين كل العمر ده، واشتغلت مع كل الاجيال، يعني مفيش حد عمل زيها تقريبا. لا ان قدرت واحده بتشتغل بقالها 62 سنه، اشتغلت مع كام جيل، يعني من اول جيل فاتن حمامه لغايه الشباب الصغيرين اللي في عمر العشرينات. فقدرت الحقيقة تعمل حاجة فعلا غير مسبوقة. حضرتك يعني عارفة ان دلوقتي فان دام منزل نعي على صفحته؟ ايوة شفته. يعني عشان هو كان قابلها في احتفالية من كام شهر، احتفالية غنائية كده في السعودية، فتقريبا قرب منها ففهم ان حد جميل. لطيفة جدا مع الناس كلها، اللي هو يعني ايه، مهما تكون تعبانة ولا مش قادرة، وساعات يا حبيبتي مثلا رجلها وجعاها مش قادرة تفضل تقف وتقعد عشان تتصور، فساعات ابقى معاها في مناسبة فاقول لها خلاص يا رجاء ما تقوليش، قولي مش قادرة اتصور ما دام تعبانة، تقول لي لا يمكن لا يمكن ازعل حد مني، يعني لا يمكن يعني اكسر خاطر حد. يعني حتى احنا اللي اصغر منها اوقات الواحد بيبقى مش في المود، عنده مشكله، تعبان، في حاجه وجعاني، مش قادره طول الوقت ان انا اجامل الناس واضحك في وشهم وابقى ظريفه معاهم، وكل اللي عايز يتصور يتصور، لان اوقات بتبقى في مناسبات كبيره، الاعداد كبيره جدا، فكل الاعداد دي بتبقى مثلا حابه الفنان فعايزه تتصور معاه. احنا بنفرح بده ان جمهورنا ومعجبيننا يجولنا، بس اوقات بيبقى الواحد غصب عنه تعبان او مش في المود. رجاء لا يمكن تقول لحد لا، مجامله مع كل الناس، مع الصغير قبل الكبير، مع الضعيف قبل القوي، عندها حاله انسانيه عاليه جدا وعطاء خاص من نوعه. استاذه عايز اسال حضرتك، اخر موقف مع الاستاذه رجاء كان بينكم وبين بعض؟ انا كنت على اتصال دائم بيها، يعني احنا الحقيقه اخر مره اتقابلنا كان في عزا مع الاسف، يعني كان اخر لقاء كان في عزاء الشيخ صالح كامل في بيت الفنانه صفاء ابو السعود. وبعدين ما قابلتهاش بقى بعدها بتاع 3 4 ايام، لان احنا بنتقابل بشكل دائم، يعني قبلها اتقابلنا مثلا مشينا مع بعض في الكومباوند كده في المفتوح ان احنا نعمل شويه رياضه ماشي ومش عارفه ايه قبلها بكام يوم، لكن ما اتقابلتش بقى معاها بعد العزاء 3 4 ايام، بعدين عرفت بقى انها دخلت المستشفى فبقيت على اتصال دائم بيها. يعني فان دام اللي قابلها دقايق في السعوديه لسه فاكرها ومنزل نعي طبعا طبعا طبعا. اهو الصوره رجاء الحقيقي تستحق كل خير كل خير، لانها مش بس فنانه جميله ولكنها انسانه قبل ما تكون فنانه، انسانه اجمل واجمل، وجواها عطاء انساني وخير للبشريه كلها. واحنا كوسط فني بجد احنا افتقدناها، لان رجاء كانت عامله زي الام اللي لمانا، اللي هو بعد كده هنقول طب مين اللي هيلمنا اللمه دي؟ يعني لمتنا في الخير والحاجات الانسانيه الحلوه. ما انتوا ما تتفرقوش بقى يا استاذه. والله تصوري ممكن ما نلاقيش اللي يجمعنا التجميعه دي. انا بكلمك جد، احنا هنفتقد ده جدا. يعني رجاء لو اي حد تعبان يلا تعالوا تعالوا نتقابل. عارفه ان تجمعتكم كانت، انا واحده يعني من الناس كنت بطمن، اقول لو حصل لي حاجه هلاقي حد يشوفني، هيلاقي حد يسال عليا. تجمعتكم بجد كانت بتطمن قوي. يعني يا رب ربنا دايما يجمعنا كلنا في الخير، لان وجود الناس اللي زي رجاء انا بقول كان صمام امان لينا كوسط فني، ان في حد
يطمن على الكل، عارفه زي الام كده اللي تطمن على اولادها كلهم وتجمع اولادها مع بعض عشان لو حد تعبان يقفوا جنبه، لو حد لو حد فرحان برضه يقفوا جنبه. يعني زي ما هي لو في مريض لازم نزوره، لو في عزاء لازم تروحوا، برضه لو في فرح لازم كلنا نفرح للشخص اللي بيفرح ده. ما نجلكيش في حاجه وحشه وما نطلبكيش ابدا في حاجه وحشه، ويا رب دايما متجمعين يا رب، متجمعين على الخير وعلى الفرحه، ويجعلها اخر الاحزان يا رب، ويخليكي لينا يا استاذه. ربنا يخليكي يا بدريه، ميرسي يا حبيبتي، ويديك الصحه ويخليكي لاخواتك ويخليكي لاسرتك يا جميله يا حلوه يا طبيعيه يا زي القمر. احنا كمان اسره، احنا كمان كلنا في وسط فني، احنا اسره واحده طبعاً. يا رب يخلينا لبعض ونبقى دايما واقفين جنب بعض يا رب. يا رب يا استاذه يا رب.